كرة تلعب من جديد. مانتيراو انتقل للجهة القريبة. وكرة خطرة. أخيراً 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 هيغوايين يسجل. أخيراً هيغوايين يسجل لفريق الرياض. هدف ثالث. هيغوايين غونزالو. هيغوايين يسجل لفريق الرياض. قلنا اللاعب كان يحتاج إلى هدوء وتركيز وعدم النرفزة. شوف الوقل من خلف المدافعين وكرة تلتقط المدافع وتروح إلى داخل الشباك. ثلاثية نظيفة للريال لحد الآن. وهيغوايين يسجل الهدف الثالث وأول أهدافه في مشوار المباريات الإعدادية. ثلاثية نظيفة الآن للريال.